أنا الملازم أول أحمد مصطفى خلف من الفرقة الخامسة عشر قوات خاصة الفوج 127. الكتيبة الأولى: أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري، الجيش الذي بدل اسمه من حماة الديار إلى حماة بشار وقتلت النساء والأطفال. في سوريا وفي عصر المفاهيم الجديدة تأتي النعوة على لسان فقيدها وتنطق الضحية قبل ذبحها. كلمات الملازم أحمد الخلف لم تكن لتعني الانشقاق بقدر إعلان مطلب الشهادة. حال أحمد كحال معظم الشعب السوري ممن أعلنها ثورة ورفض أن ينضوي تحت جناح الخوف والذل وإرادة الأب والقائد الواحد وسيد الوطن والمواطن. والد البطل الملازم هو أحمد خلف البطل. أحمد خلف البطل. خدمة الأساسية في مدينة السويداء، قام النظام بزجنا في معركة ليس لنا علاقة بها، وهي معركة مع أهلنا في مدينة درعا البلد في منطقة العباسي. هي كلمات ستشكل علامة فارقة في مسيرته العسكرية وستنعكس لاحقا على حياته وحياة ذويه. الملازم أحمد الخلف رفض أن يكون أحد من بسببه يكابد السوريون الأمرين، فانضم إلى صفوفهم معلنا انشقاقه عن الجيش الذي حاد عن مبادئه وصوب البندقية لصدر شعبه وأبناء جلدته. على كلمات لم نفهم منها إلا قتل الشعب، وهي الممانعة وعدم تعامله مع أي جهة خارجية وما شابه من ذلك. فكان يعتم على الجيش بهذه العبارات عن طريق التوجيه السياسي، وكان يقول لنا وللعسكريين كافة بأن سوريا تتعرض إلى هجمة شرسة، إلى مؤامرة. الجيش الأبطال، الله محيي الجيش، الله محيي الجيش. الرستم مدينة في صدر حمص العريقة بأصالتها وتضحياتها، كانت حاضنة لثوارها ومن انشق عن قاتليها، لتغدو اليوم شاهدة على عرس الشهيد الملازم الذي عانق ترابها أخيرا وطلب ما اتفق عليه السوريون من إرادة الحياة ودونها الموت. أبناء العمومة والخؤولة أبوا أن يكون في الجيش صوت آخر يطالب بحماية المدنيين وعدم الانصياع لإرادة الحاكم الجائر. قتل أحمد وسال دمه على مذبح الحرية، وفي آخر أنفاسه يقول: ليس هذا الجيش جيشي، وليس من مثلكم يحكم شعبي.